وبالعودة إلى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي أميني، المدير إدارة الوقاية من الجريمة. كما هو واضح أن برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان قطع شوطا طويلا في سبيل تحصين النشء من خطورة الإدمان، ما هي أبرز النتائج في هذا المجال؟ هو برنامج معا إنجاز من إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة سيدي معالي وزير الداخلية. وفي سنة 2010 قدم معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة مقترح للجنة الوطنية بحيث أن يتم تطبيق برنامج معا في مدارس البحرين. ونشوف اليوم أن البرنامج اليوم صار منهج لا يتجزأ من البرامج التوعوية والمهارات اللي تقدمها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يقارب نصف مدارس مملكة البحرين. والبرنامج توعوي طبعا يعلم الطلبة عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية التعامل معها، وكذلك توعي الكادر التعليمي في دور التعليم وأولياء الأمور عن طريق الأنشطة اللا صفية اللي يكون على شكل واجبات منزلية والطالب يحلها مع ولي أمره. نعم. والمهارات اللي يتعلمها الطالب هي مهارات كيفية التعامل مع عروض التدخين والكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، فيتعلم الطالب كيف يتجاوز هذه التحديات بدون تهتز شخصيته وبدون يطيح في أي مشكلة. واستفاد من البرنامج لحد الحين حوالي 90,000 طالب من أصل 130 من مرحلة الروضة إلى مرحلة الثانوية. وفي السنة الدراسية القادمة بيكون عندنا منهج حق طلبة الجامعة، وهالمنهج بيكون إضافة على المستوى الموجود حاليا، وبيكون نوعية المعلومات فيها أعلى ومهارات أرفع، كون أن الفئة العمرية المستهدفة بتكون ما بين 18 إلى 22 سنة. نعم، شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام هو أصغه أولا الإصغاء إلى الأطفال والشباب والمرحلة الأولى لمساعدتهم على النمو الصحي والآمن. ما هي قيمة الإصغاء للأبناء من أجل حمايتهم بالدرجة الأولى؟ هو النظرة الأمنية لأي مشكلة تكون من ثلاث جوانب، أولا اللي هو جانب التوعية، وثانيا جانب المكافحة، وثالثا جانب هذا التأهيل. فإذا احنا نتكلم عن جانب التوعية، هو الجانب اللي يشمل التثقيف ومعرفة المخاطر واكتشاف المبكر وطريقة التعامل مع الحالة. ومن باب تغطية جانب التثقيف واكتشاف المبكر وطريقة التعامل مع الحالة لأولياء الأمور وأرباب الأسر والعوائل، تم إنشاء معرض سنة 2016 خاص فقط لأولياء الأمور. والمعرض عبارة عن غرفة مراهق، ويكون فيها بعض المؤشرات اللي ممكن أن ولي الأمر يشوفها، يمكن يشوفها هو أشياء عادية بس هي أشياء تدل على أن الولد يكون سواء مدمن أو على وشك الإدمان. وطبعا كل ما ولي الامر اكتشف هالموضوع يعني بشكل مبكر اكثر، كل ما كان اسهل التعامل معه ورجع له حالته الطبيعيه. وجزء كبير يكون من حاله الاكتشاف اللي هو كلام الاطفال لاهاليهم. فولي الامر يعني دائما يبي انه يحمي ولده، بس احيانا انه ما يعرف انه شلون يتصرف مع كلام الولد وشلون انه يستكشف الحاله، فهاي الاشياء اللي هو بيتعلمها في المعرض. واذا احنا طبعا ما بنسمع حق عيالنا يعني بيكون بنخسر اكبر مؤشر يدلنا على انه نوجه عيالنا لطريق السلامه. نعم. وبسبب النجاح اللي حققه المعرض العام، طبعا قررت اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات ان تعيد المعرض مره ثانيه هالسنه، وبتكون هي في مجمع السيف ابتداء من اليوم، وبتستمر لمده 5 ايام، وبتكون لها كذلك نسخ مصغره بتنتقل وبتعم على المحافظات كلها. نعم، الاستاذ علي اميني مدير اداره الوقايه من الجريمه، شكرا جزيلا لك.